السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا من الحاج لاباس عليك. حياك الله لالا نجوى. صافي كنفرحوا بزاف كنسمعوا الصوت ديالك صافي كيريحنا بزاف. شكرا بنتي الله يحفظك لالا. على البرنامج. العفو لالا. لاخي بغيت تدعي مع الخالة ديالي مريضة بزاف. يا ربي يا كريم. عندها الأعصاب وهي ما كتمشاش عندها إعاقة. لا إله إلا الله. وبغيتك تدعي معايا ما قدرتش تهضر معاك وهضرت أنا في بلاصتها. لا إله إلا الله. الله يشافيها ويعافيها يا رب. الله يشافيها ويعافيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد أن الإنسان اللي عنده إعاقة خاصه يكون صبور، ولكن الكثير من الناس الإعاقة صعبة كتخلي الإنسان بأنه يواجه مشاكل يومية، أنه داخل البيت خاصه ربما يذهب إلى الكنيس التواليت، خاصه اللي يساعده اللي يبدل ليه اللي يطلعه مع الدروج اللي يهوده مع الدروج، إلا مشى للشارع بغير كبغير في الحافلة أو في التاكسي كيلقى صعوبة كبيرة، في الحياة الاجتماعية كيلقى صعوبة في الاندماج. فكنلقاو عادة الناس اللي عندهم إعاقة مباشرة كيتكون عندهم مرض نفسي، مرض الأعصاب، لأنه في كل يوم يواجه سلسلة من المعاناة إلا من رحم الله. الناس اللي عندهم واحد الهمة عالية وقلب كبير اللي كيبقاو شوية لباس، أما في العموم اللهم ارحم ضعفنا، لأن معاناة يومية. كيكون باقي صغير عنده إعاقة كيلقى الأم والأب تعتني به، ولكن اللي كيكبر كيدير 19 عام 20 25 عام ولا يعود راجل أمرا، شكون اللي غادي يعتني به؟ شكون اللي غيطلعو مع الدروج؟ شكون اللي غادي يغسل ليه في التواليت؟ شكون اللي غادي يمشي معاه في المواصلات؟ شكون اللي غادي يقضي مع الحوائج ديالو؟ خاصو يطلب هذا ويطلب هذا، هذا ما مساليش وهذا مشغول، كيبقى مسكين في دائرة مغلقة. فكيبدا عنده الوسوسة، كيقول مع راسو علاش ربي دار لي هكذا، علاش انا وقع لي هكا من دون الناس. وكيدخل لي الوسواس كيقول لي شوف ربي اش دار لك، شتي انت اش دار لك. وكيبقى يسمع هاد الوسوسه اليوم وغدا وبعده وكيتيقها، ومن بعد كيعود فيه الاعصاب وكيعود مقلق. كنبغي نقول الناس اللي عندهم الاعاقه هو ابتلاء من الله، الخالق عز وجل ملي دار واحد الانسان عنده اعاقه باش يعطي رساله للناس اللي هما اسوياء واصحاء، كيقول لنا نحن راه كان بامكاني ان اجعلكم انتم ايضا معاقين، ولكن جعلتكم اسوياء باش تاخذوا بيدين اللي فيهم اعاقه. راه كان بامكانك تكون هكذا، ولكن ربك نجاك من الاعاقه. فناخذوا عبره وعظه ونحمد الله على ذلك النعمه. وكنقول دائما في الدعاء الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ثانيا الناس اللي هم معاقين هادو ربي عز وجل راك يدخلهم الجنة بلا حساب. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الذي فقد عينيه الذي ولا يبصر المكفوف، قال من أخذ الله منه حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. وقس على ذلك اللي عنده مشكل إعاقة في القدمين، إعاقة حركية، إعاقة ذهنية، أي إعاقة إذا أصابته فصبر ليس له جزاء إلا الجنة، فهو من المبشرين بالجنة. ثالثا كنلقاو بأن اللي هو عنده إعاقة كيعطي الله تعالى البركة في الدنيا من حوله. اللي بغي يعود لباس عليه يقلب على واحد الإنسان عنده إعاقة أو ضعف ويتعايش معه ويقدم لي المساعدة، الرزق يفيض عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون بضعفائكم. كل ما كان عندك شي ضعيف في المحيط ديالك كتهزو وتحطو وتسخر عليه به ترزق، كتلقى الرزق يأتي إليك. فإذا فارقته انقطع عنك الرزق، كيكون هو مرزق في الأصل دياله. والمهم في هذا كله هو أن ذاك الإنسان اللي عنده إعاقة كيعطيه الله يوم القيامة مقام الشفاعة، من الذين يوهبون مقام الشفاعة
الناس اللي عندهم هذه الإعاقة، لأن كان صبار في الدنيا فيشفع لأهل بيته ويشفع للمقربين إليه، يقول يا ربي فلان كان معي في الدنيا يقدم لي يد المساعدة، يبتسم في وجهي، يا ربي فاشفع له فيشفع له. ويقول يا ربي فلانة كانت معايا كتساعدني تأخذ بيدي، يا ربي اشفع لها فيشفع الله عز وجل في العاصين بفضل شفاعة المعاقين. فكنقول هاد الناس ما يتقلقوش وما يحزنوش، راه غير ربي سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه، راه ما وقع والو. نعم هناك معاناة يومية ولكن ربنا يتنزه في ملكه. كنقول لهاد الخالة لا داعي للمرض بالأعصاب، دائما إذا شق عليك الأمر قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. اللي قال هذه الكلمة كيعطيه الله الحول ويعطيه القوة، يمنحك المدد سبحانه وتعالى. فأسأل الله الكريم يا أختي أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويعودك خيرا ويقذف في قلبك نور الإيمان ويجعلك في يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع سيد الخلق سيد الكائنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين. هذه دعوة لنا جميعا في المجتمع المدني أننا نقدم المساعدة لإخواننا اللي عندهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، نأخذ فيهم أجر والتواب ويكونوا إن شاء الله شفعاء لنا في الدار الآخرة. فأسأل الله الكريم أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.